سادتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حماة العراق، فأهلا وسهلا بكم. تصدم مستمر والدواعش هذه أيامهم الأخيرة. رسالتي إلى أهالي مدينة الموصل أن تهيئوا لاستقبال القوات. الأهالي يستقبلون عن القوات في الأحياء المحررة. الدواعش أما يهربون أو يقتلون، أمامهم خيارين. الخيار الأول أن يسلمون أنفسهم، نوعدهم أن تكون محاكمة عادلة لهم. الخيار الثاني يقتلون، ما عندهم خيار آخر. بدماء البواسل وتضحياتهم اكتمل تطهير ساحلك الأيسر يا نينوى، وبالهمة والعزيمة والإصرار ستنبض القلوب وتحل الأقدام في رحاب ساحلك الأيمن عن قريب. ضمن المعارك وجدت ابن السمار والناصري والحل كربلاء والنجف والبصرة وبغداد وابن حديثة. عشيرة أو ابن الحمولة أو شيخ العشيرة بيش كرامته؟ وين كرامته بهذا؟ اليوم انتم هاي البيرية اللي تلبسونها على رؤوسكم اصبحت بالمرتبة الاولى قبل هذا. يعني اليوم شرفنا وناموسنا وكرامتنا هي يمكم، انتم تحملونها على رؤوسكم. ستبتسم ضفتاك للابطال المحررين، وستعود الحياة اليك كما تريدين. فما هي الا ايام قلائل وتعلو الاهازيج والهلاهل. جبناها وجت ويانا، الحلوة اجت ويانا. زار السيد وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي المديرية العامة للاستخبارات والأمن، واطلع خلال الزيارة على الإيجاز العام عن عمل المديرية والمهام والواجبات التي تقوم بها. بعدها تفقد سيادته قسم المعلومات المركزية ومديرية التحليل الصوري والمديرية الفنية، واطلع على الجهد الكبير الذي يبذله منتسبو المديرية العامة للاستخبارات والأمن، مؤتمنا دور عناصر الاستخبارات والأمن في دحر الإرهاب وإنهاء تواجدهم وحسم المعارك من خلال تقديمهم للمعلومات الدقيقة. استقبل السيد وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي بمكتبه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للجيش الأمريكي جنرال جوزيف دانفورد، والمستشار الأقدم للرئيس الأمريكي السيد جيراد كوشنر، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء مناقشة العمليات الجارية في الموصل وتقديم التهاني بمناسبة الانتصارات التي تحققها القوات العراقية ضد تنظيمات داعش الإرهابية، والتأكيد على استمرار الإسناد للقوات العراقية في حربها وعلى الشراكة الطويلة بين التحالف والعراق، وبالأخص في مرحلة ما بعد داعش. الحاج علي خلف صالح ملقب بالاسم طوعه العصر. ولو ام العراقيين كبير عليه، اخذ جزء من حياته. الله يخليك. بس ام الجيش والحش اللي كل الهنا يبارك بيه. كل الهنا. هذا من طيب اصله. يسلمك ويحفظك. ربي يخليك ويبارك بيه. ذخر. اشكرك. الام المثاليه. بارك الله. البطله المثاليه. جزاك الله خير. كل الهنا. كل الهنا. استقبل السيد وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي الحاجة أم قصي الملقبة بأم العراقيين، حيث استطاعت بموقفها البطولي والشجاع المحافظة على أرواح مقاتلين الذين بلغ عددهم أكثر من 58 مقاتلا، إضافة إلى الوقوف بوجه الإرهابيين بكل شجاعة واقتدار. وأشاد وزير الدفاع بشجاعتها الفائقة والرائعة، إذ أمر بتكريمها وتلبية كافة احتياجاتها، لأنها رمزا يحتذى به وهي مفخرة لكل العراقيين بما قدمت من عمل إنساني شجاع. تفقد السيد وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي عددا من مناطق الساحل الأيمن لمدينة الموصل، يرافقه قائد عمليات قادمون يا نينوى وكبار الضباط في الوزارة، واطلع على الانتصارات المتحققة وجاهزية القطاعات العسكرية واستعدادها القتالي، كما اطلع على الخطط العسكرية للتقدم لتحرير جميع مناطق الموصل. التفاصيل عند هذا التقرير. بهدف الاطلاع على الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش العراقي، زار السيد وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد عمليات قادمون نينوى والقادة الميدانيون وكبار الضباط عددا من مناطق الساحل الأيمن لمدينة الموصل المحررة، وصولا إلى بدوش والمناطق المجاورة والسواتر الأمامية. كما اطلع على الجاهزية القتالية للقطاعات العسكرية والروح المعنوية للمقاتلين وسير الخطط الأمنية الخاصة بتطهير المناطق المحررة.
واطلع السيد وزير الدفاع على حجم الخسائر الكبيرة التي منيت بها عصابات داعش الإرهابية على يد أبطال الجيش العراقي وفرقة العباس القتالية خلال تقدمهم لتحرير منطقة بادوش وجسر بادوش والقرى المجاورة. زرنا اليوم أخواننا وأبنائنا من قوات المسلحة بالجيش وفرقة العباس القتالية، زرنا وكأنه وحدة واحدة، الكل بنادقها متوجهة على صدر داعش، الكل الانتصارات في مكان واحد، يعملون بنفس واحد تحت إمرة قيادة واحدة، انتصارات واحدة، تقدم رائع، انهيار داعش بشكل كبير. شفنا المناظر الرمل اللي مسويها هنا، مسويها داعش، وكأنه شلون راح يحتل الموصل، شلون راح يتقدم. فرقة العباس والجيش العراقي قلبوا منظمة الرمل على رأس داعش وعلى رأس من آوى داعش. ها هم أبطال الفرقة المدرعة التاسعة يتحدون الموت في مواجهة عصابات داعش الإجرامية، ومن بينهم نائب ضابط عبد الناصر الذي نال شرف تكريم السيد وزير الدفاع لموقفه البطولي في قيادة الفصيل بعد استشهاد آمر الفصيل، حيث تمكن من قيادة 26 عجلة مع مراتبها وأسلحتها وإكمال تنفيذ الواجب والوصول إلى الهدف المرسوم ليحقق حلم آمر الفصيل الذي نال شرف الشهادة وسال دماؤه الزكية لتحرير أرض العراق من عصابات داعش الإرهابية. سمعت أخبارك من السيد القائد. نعم سيدي. وأنا ممنون منك جدا، وتم تكريمك هذا اليوم، والتكريم يعمم إلى كل الجيش، إلى كل القطاعات اللي تقاتل بالموصل وغير الموصل، وأتمنى أن الكل تصير عبد الناصر مو؟ إن شاء الله سيدي نرفع راسك. أنا أشكرك وممنون منك، بارك الله بيك. الإدارة يكرم، برتبتين أعلى، ويكرم أيضا الآن تكريم آخر، وأشكرك وأشكر آمر سريتك وآمر فوجك وآمر لواء والسيد قائد الفرقة، وأشكر الجميع من خلالك. عندما يستشهد الآمر يصير حالة من الفوضى والإرباك، ولكن هذا الرجل لأنه متشبع بإيمانه بالوطن وتدريبه الراقي وغيرته استطاع أن يجمع الفصيل من جديد وأن يقود 26 عجلة مع مراتبها وينفذ الواجب ويوصل ويطهر خط الصد ويلتحق على الخطة المرسومة مع القطاعات باليسار وباليمين ويعبر موقف أنه تم احتلال الهدف وهو الآن على حافة الأمامية للصفحة الأخرى. وهذا من أهالي البصرة الكرام اللي قاتل هنا واللي هو حمل أخوه من أهالي الموصل الملازم اللي استشهد واللي حقق حلم الملازم اللي استشهد باحتلاله للهدف. تواجد السيد وزير الدفاع وكبار الضباط في الوزارة مع المقاتلين في الخطوط الأمامية أعطى دافعا معنويا كبيرا للمقاتلين ورفع الروح المعنوية لهم في تحقيق الانتصار تلو الآخر في كافة أنحاء البلاد. أشرف السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي على تحرير منطقة الصابونية ضمن قطع عمليات الفرقة المدرعة التاسعة. مزيدا من التفاصيل مع هذا التقرير. بإشراف السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، شرعت قيادة الفرقة المدرعة التاسعة اللواء 36 وبإسناد قطعات قيادة فرقة المشاة 15 بتحرير منطقة الصابونية ضمن قاطع المسؤولية وبوقت قياسي.
حيث تفقد السيد رئيس الأركان عددا من المناطق التي تم تحريرها، مؤكدا على ضرورة المحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة وعلى دور الفرقة المدرعة التاسعة في معارك التحرير. كان جولة عندنا في قاطع الفرقة المدرعة التاسعة، الأبطال اللي قاموا بدور مشرف أكسب الجيش حقيقة مكانة يجب الافتخار بها كثيرا، للمساحات الشاسعة اللي تم تحريرها في الجناح الغربي ولإمكانيتهم القتال في أراضي مختلفة بين المنفتحة إلى المتموجة إلى الجبلية إلى المناطق المبنية، القرى اللي تم تحريرها والنواحي والأقضية هي ليست بالقليل. الآن تحركنا من منطقة التحشد مالهم منطقة باخيرة ومررنا بالمناطق الكثيرة اللي هي منطقة خبيرة العطشانة، نهاية ببادوش اللي كان يعتبر قلعة حصينة لداعش. لاحظنا أشلاء جثثهم متناثرة لا تزال في العراء تنهشها الغربان. الآن اليوم كانت لهم جولة وصولة في مناطق الصابونية والريحانية حتى يوسعون جناحهم الغربي استعدادا للصفحات المقبلة مالهم. هذا وتمكن أبطال الفرقة المدرعة التاسعة من تكبيد عناصر داعش خسائر جسيمة في المنطقة ومحطة قطار الصابونية التي تم رفع العلم العراقي فوقها ليضاف انتصار جديد نحو تحقيق الهدف المنشود ألا وهو تحرير آخر شبر من محافظة نينوى الحبيبة. شرعت قطاعات لواء المشات 71 فرقة 15 وقطاعات لواء مشات عالي 36 بالسيطرة على قرية الصابونية وكذلك محطة قطار الصابونية. حاليا تمت السيطرة عليها، تم قتل 21 داعشي في القرية، كما تم تدمير عجلة مفخخة وكذلك تدمير عجلتين تحمل أحادية بالإضافة إلى مفرزة قاذفة RPG-7 وقناص. انتصار تلو الآخر تحققه قيادة الفرقة المدرعة التاسعة والقطعة الساندة لها بتواجد القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع الذي أعطى دافعا معنويا للمقاتلين في تحقيق الانتصارات. تفقد رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي قيادتي عمليات دجلة والمقر المسيطر لشرق دجلة، حيث استمع سيادته إلى الإنجازات التي قدمتها قيادة العمليات حول مجمل العمليات العسكرية في قواطع المسؤولية وإعادة انفتاح القطاعات العسكرية كل حسب قاطع مسؤوليته وإحكام النهايات السائبة وعدم ترك أي ثغرات قد تستغلها الخلايا الإرهابية النائمة. إن زيارة هذا اليوم إلى المقر المسيطر لقيادة عمليات شرق دجلة، أولا تم افتتاح هذا المقر الفتي إن شاء الله، أمامنا مسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة أمام هذا المقر. تم التخطيط والتوجيه بتنفيذ عمليات تعرضية آنية، أيضا تم التوجيه بإعداد خطة مشتركة لتطهير المناطق المشتركة بين قيادة عمليات دجلة وشرق دجلة وقيادة عمليات صلاح الدين. أيضا تم مناقشة بعض الأمور الإدارية اللي تخص المقر وتذليل المصاعب، وتم إسناده ببعض متطلبات المعركة الآنية. طبعا حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء القادر عام للقوات المسلحة أنه تستمر القطاعات بالعمل التعرضي طالما أنه هناك عمليات قتال في نينوى وعمليات تحرير. وعلى هامش هذه الجولة التفقدية افتتح السيد رئيس أركان الجيش المقر المسيطر لقيادة عمليات شرق دجلة بعد أن شهد عملية بناء وتأهيل البنى التحتية وتسطيح العجلات، والذي جاء بجهد جميع منتسبي القيادة من ضباط ومراتب.
كما زار رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي قيادة عمليات سامراء، حيث استمع إلى شرح مفصل عن عمل القيادة وتغطية لزيارة الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام ونجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها، كما استمع إلى شرح مفصل عن حدود المسؤولية وما تقوم به القيادة من إجراءات أمنية من أجل المحافظة على أمن القضاء وحماية زائريه. دائما زياراتنا للتنسيق الخطط لتفقد ما هو وتنسيق العمل في إعداد المجهود. برئاسة السيد رئيس أركان الجيش وحضور السادة المعاونين وقادة الأسلحة، عقدت المفتشية العسكرية العامة المؤتمر الفصلي الأول لعرض تقرير الفصل الأول من خطة تفتيش الجيش العراقي لعام 2017، والذي تضمن عرضا لنتائج التفتيشات الفحصية والتعليمية والمفاجئة وفحوصة الاستعداد القتالي. نبقى وإياكم برفقة الزميل فائق العطواني الذي يطلعنا على هذه التفاصيل. برئاسة السيد رئيس أركان الجيش، تعقد المفتشية العسكرية العامة المؤتمر الفصل الأول لنتائج التفتيش لعدد من تشكيلات ووحدات الجيش العراقي. ابقوا معنا وهذه التغطية الخاصة. مؤتمر الفصلي كان مثير للفرح والتفاؤل نحو المستقبل، خصوصا نحن مقبلين على معركة مفصلية هو قضاء على داعش عسكريا، لتبدأ مرحلة إعادة وتأكيل وهيكلة بناء القوات الأمنية. لاحظنا التجرد بالتقارير، لاحظنا الواقعية، لاحظنا نقل الحقائق. لماذا دائما في كل الدول المتحضرة يكون المفتش من الضباط الأكفاء، من الضباط لديه خبرة حتى ينقل الحقيقة إلى المرجع الأعلى ليتخذ قرار؟ لاحظناها هذه المرة في تقارير المفتشية الواقعية، نقل الحقيقة بتجرد كامل، على غرارها راح يتم اتخاذ القرارات المناسبة، خصوصا نحن مقبلين على معركة مهمة جدا لا تقل عن أهمية عن معركة داعش، هي إعادة وهيكلة بناء القوات الأمنية ومسك الحدود وبكل تفاصيلها، سواء في القوات البرية أو الجوية أو البحرية أو الدفاع الجوي أو طيران الجيش. أيضا النقطة المهمة جدا، أنهينا الآن مؤتمر تفتيش قيادات الأسلحة ومناقشة نقاط القوة والمعاضل، وتم مناقشته بإسهاب، وسيتم إجراء تفتيش لكافة القيادات والقواعد الجوية. في الحقيقة هو مصدر قوة وعون من قبل المفتشين العسكرية إلى كافة وحدات الجيش العراقي، ومن ضمنها القواعد الجوية لقيادة القوة الجوية وطيران الجيش. والآن هو عام 2014 هو عام العودة إلى السياقات الصحيحة، ودارة التفتيش العسكري في وزارة الدفاع تولت هذه المهمة بهمة عالية وبمهنية ومفتشين يمتلكون القدرة والخبرة لإرشاد الوحدات إلى الطريق السليم. هذا اليوم بحضور السيد رئيس أركان الجيش المحترم والسادة المعاونين وقادة الأسلحة، تم عرض تقرير الفصل الأول من خطة تفتيش الجيش العراقي لعام 2017. هذا الاجتماع تم عرض النتائج للتفتيشات الفحصية والتفتيشات التعليمية والمفاجئة وفحوص الاستعداد القتالي اللي تم إجراها لقيادات العمليات وقيادات الفرق والمديريات والقيادات الأسلحة والقواعد الجوية والبحرية. التفتيش العسكري هو خبرة للتعليم وتقويم للعمل وتقييم لمستوى الأداء والمرآة الناصعة التي تعكس الجاهزية الحقيقية لوحدات الجيش العراقي. من مقر المفتشية العسكرية لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني. بهدف تعزيز القدرات القتالية لقيادة القوة الجوية، وصلت قاعدة بلد الجوية 4 طائرات طراز F-16 حسب العقد المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتاز هذه الطائرة بمواصفات عالمية
كبيرة. من جانب آخر أنهت الملاكات الفنية أعمال الصيانة ونصب مدرج قاعدة السلام الجوية. التفاصيل هذا التقرير. تزامنا مع الانتصارات التي سطرها أبطال جيشنا العراقي الباسل وبهدف تعزيز القدرة القتالية لقيادة القوة الجوية، وصلت 4 طائرات نوع F-16 إلى قاعدة بلد الجوية بموجب العقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال هذه الطائرات قائد القوة الجوية. اليوم وصول 4 طائرات إضافية، إضافة كبيرة للقوة الجوية العراقية. هذه الطائرات هي طائرات ممتازة، طائرات ذو كفاءة عالية، الأسلحة والمعدات موجودة، والمعدات تحمل هذه الطائرة هي بإمكانها الطيران ليلة نهار في الأجواء الرديئة. واليوم أعتقد كنتم موجودين في هذه القاعدة عندما نفذت تشكيل من هذه الطائرات في أجواء غير طبيعية، ضربات جوية موجعة على تنظيم داعش، وإن شاء الله هذه الضربات كانت فعلا ضربات مؤثرة. هذه الطائرات حقيقة هي ملك الشعب العراقي، ملك القوات المسلحة العراقية، نستخدمها بشكل فعال وبشكل مؤثر على مدار الساعة حسب الأهداف التي تأتي من قيادة العمليات المشتركة. يمثل هذا النوع من الطائرات إضافة نوعية إلى سلاح الجو العراقي وقوة ضاربة لما تمتلكه من مواصفات عالمية في إمكانية الوصول إلى أهدافها وتدميرها بدقة عالية. هذه الطائرات هي بإمكانها قتال داعش في الأجواء الجوية، سواء كان جميع الأجواء الجوية أيضا ليلة نهار، وأيضا بإمكانها أن ننفذ ضربات حتى خارج حدود العراق إذا طلبت. وصول وجبة جديدة من هذا النوع لطائرات F-16 سيعجل من دحر التنظيمات الإرهابية وتحرير كل شبر من أرض العراق. من جانبها أنهت الملاكات الفنية في مديرية اتصالات الجوية التابعة إلى قيادة القوة الجوية أعمال نصب وصيانة مدرج قاعدة السلام الجوية، إذ أصبح المدرج جاهز لاستقبال الطائرات ليلا ونهارا، حيث استغرق العمل في المشروع 30 يوما من خلال الملاكات الفنية للقيادة التي وفرت أموالا طائلة بالعملة الصعبة باعتمادها على الإمكانات الذاتية للقيادة وبالتنسيق مع القواعد الجوية وسلطة الطيران المدني. قامت زمرة من مديرية الاتصال الجوية وبالتعاون من قيادة قاعدتنا بتجهيز الإنارة الليلية لقيادة قاعدتنا والاستقبال الطائرات ليلا، وحاليا تم إنهاء مرحلة باتجاه 3-3 لاستقبال الطائرة ليلا إقلاع وهبوط، والعمل جاري بإكمال المرحلة الثانية وهي بالاتجاه 1-5. 30 يوما من العمل المستمر الذي قامت به الوحدات الفنية كان كافيا لإنارة مدرج القاعدة وإكمال الصيانة بشكل كامل. قامت الملاكات الهندسية في مديرية الاتصالات الجوية بتشكيل فريق عمل لإعادة تأهيل الإنارة في القاعدة. في بداية الأمر قمنا بمسح القاعدة لمعاينة الإنارة في القاعدة. تبين لنا أن الإنارة في القاعدة يعني متهالكة جدا، استعانينا في تأهيل الإنارة بمجموعة من المواد اللي وفرناها من القواعد الباقية، كابلات التغذية، الروابط، المصابيح. عدنا بعد ما أجرينا العمل عدنا تأهيل إنارة المدرج وإنارة التقرب وإنارة طرق الدرج. استغرق مدة العمل 30 يوما، والآن الإنارة على ما هي عليه. قمنا بتشغيل المدرج الرنوي بدائرة واحدة، وأيضا مصابيح التقرب الأبروتش والنزول والتقرب الدقيق البابي لجهة 33، وأيضا طرق الدرج التاكسيوي. إنجاز مدرج قاعدة السلام الجوية يأتي انسجاما مع جهود قيادة القوة الجوية في إكمال جهوزية القواعد الجوية من أجل زيادة القدرة القتالية لقواتنا المسلحة لتحقيق النصر على العصابات الإجرامية.
تواصل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع اللجان المختصة باستقبال النازحين في مخيمات حمام العليل والسلاميات في الساحل الأيسر. مع بدء العد التنازلي لتحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل بشكل كامل، تستمر الأجهزة الأمنية بنقل النازحين جراء العمليات العسكرية إلى مناطق أكثر أماناً، حيث يواصل الفريق المشترك لإجلاء النازحين استقبال الأهالي في الجانب الأيسر للموصل في مخيمات حمام العليل والسلاميات وتقديم كافة الخدمات الأساسية لهم من مواد غذائية وإجراء الفحوصات الطبية وغيرها. نستقبل النازحين من 4 نقاط استقبال أمامية. الأولى في تل قيصوم لنقل النازحين من قاطع الفرقة التاسعة والحشد الشعبي، والأخرى في جوال الفرقة التاسعة لنقل النازحين من قاطع الفرقة التاسعة، والأخرى في سلطة العقرب أيضا لنقل النازحين من قاطع جهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى نقطة استقبال البوسيف اللي هي خلف المطار نستقبل بها النازحين في من قاطع الفرقة الشرطة الاتحادية. راح يكون هناك عجلات، بعد العجلات سلة غذائية سريعة ويأتون إلى هاي النقطة. هاي النقطة تسمى مركز تدقيق الأمن الرئيسية في الجانب الأيمن اللي هي موجودة في حمام العديد. النازحون من جانبهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما بذلته من جهود كبيرة في إيصالهم إلى مناطق آمنة بعيدة عن بطش العصابات الإجرامية. من بعد جينا هنا يعني. ما عملت ماكو، بس الله خلقهم خير منهم من كل ناحية، احترام وأكل ورزاق ومجهة تجهيز قطع من كل ناحية، ما توصفون، ما توقعنا إيش دارة على دعاية داعش قبل علينا. الحمد لله، الله وانتو نجيتونا من الموت. كيلة ونص متر أنا أركب يعني وعجوزي، كيلة ومتر نسحب من بعد شنو نوصل للسايدين شهر العام الموصل ربيعها. يعني من منطقة البوير، نزحنا من البوير جينا باتجاه الجيش، لقانا الجيش معاملته درجة أولى معانا. فيعني وين معاملة الجيش وين معاملة الدواعش؟ الدواعش ما يتسمون إسلام ولا لهم عرج بالإسلام وبري الإسلام من عندهم. والجيش معاملته درجة أولى، وتلقونا وأهلنا وقرايبنا وأخوتنا وما خلوا غصرة ويانا وعاملونا معاملة. الجهود التي تبذلها القوات الأمنية العراقية الباسلة في سبيل الحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين عودة النازحين منهم إلى مناطقهم جهود متميزة جاءت وفق خطط عسكرية عالية الدقة والمهنية. لا داعش ولا غير داعش يهز من عزيمتنا ومعنوياتنا، احنا اصحاب عقيده وعقيدتنا الولاء للوطن ان شاء الله. تبذل مديرية الامور الطبية العسكرية جهودا استثنائية في تقديم الدعم والاسناد الطبي للقطاعات العسكرية وجرحى القوات المسلحة من خلال نشر المفارز الطبية المختلفة. التفاصيل عند المراسل الحربي لوزارة الدفاع. لوزارة الدفاع مهام عديدة ولمديرية الأمور الطبية الجانب الإنساني والعلاجي، وهذا ما برز في الجانب الأيمن حيث تم معالجة المواطنين مع المنتسبين، وهذه رسالة واضحة بأننا يد واحدة. اختصرنا خطوات كل شوية فيما يخص مراجعة الجرحى ذوي البتور إلى الأطراف الصناعية، فيما يخص الجرحى المحتاجين إلى معينات طبية، فيما يخص الجرحى المحتاجين لجنة السفر خارج العراق، فيما يحتاج الجرحى اللي يروحون يعرضون على لجنة استخدام في وزارة الصحة،
اختصرنا كثير من الخطوات الروتينية في سبيل حتى نسهل الطريق أمام الجرحى في سبيل الحصول على أفضل الخدمات. علاجي جيد جدا وخلاي يعني بصوره صحيحه ودوني المستشفى. نعم. سووا لي عمليه اكتشافيه. نعم. يعني صار عندي نزيف داخلي وشظيه برجلي كسرت العظم، حطوا لي بلاتين داخلي، بلاتين برجلي والجروح من يعني ضمدوها، بس بعد عده عمليه ثانيه ان شاء الله. طيب في حاله اصابتك في الميدان شلون تم اخلاءك وعلاجك ووصولك الى هذه المستشفى؟ والله نقلونا عن موانع عمليات شرق دجله دام تكريت من مستشفى سامر، جابونا مدينه الخبل اسعافات. اذا لحد الان مديريه الامور الطبيه مستمره في علاجك في المستشفى العسكري ومستمره تقديم الخدمه لك؟ الحمد لله الحمد لله، ما قصروا بكل شيء وتم التزامات كلها. في الطاب في الجناح العسكري في مستشفى مدينة الطب مع التنسيق العسكري لمتابعة جرحى أبطال الجيش العراقي. سيادة تحدث لنا كيف يتم إخلاء الأبطال من الميدان ووصولهم إلى المستشفى وكيف يتم معالجتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بزيارتكم إلى مدينة الطب ولقائكم بالجرحى جرحانا اللي هم جرحى وزارة الدفاع وبقية الصنوف اللي خادم بالجيش واخواننا بالحشد وبقيه المقاتلين. بدايه يكون الاخلاء عن طريق سلسله الاخلاء الطبي، مواقعنا اللي موجوده بالمتقدم يكون اخلاءها اما عن طريق الوحدات المفارزه الطبيه اللي موجوده، المستشفيات المتنقله الميدانيه اللي موجوده داخل المعركه هناك، ويكون اقرب الى المستشفيات اللي هي اما ضمن الرقعه الجغرافيه للمكان اللي يصاب به الجريح، او بعدين المستشفيات السانده اللي هي قريبه عليهم تكون هناك. بعدها على حسب حالة الجريح اللي يكون، أما يحول للمستشفيات اللي قريبة عليه اللي هي ساندة مثل المستشفيات اللي داخل بغداد، مدينة الطب، مستشفى الكامية، مستشفى اليرموك، مستشفى الكرخ، وعلى حالة المصاب اللي كانت هي. بعدها عند وصول هنا أما يفرز في شعبة الطوارئ الجراحية اللي موجودة داخل المستشفى، بقية الاختصاصات تشوفها، وعلى الاختصاص كل جريح واختصاصه. جهود حثيثة ودعم مستمر من قبل مديرية الأمور الطبية والمستشفيات التابعة لها لكافة جرحى أبطال الجيش العراقي وأنا من بينهم، بل حتى المواطنين، وذلك من خلال المستشفيات الميدانية والإسعاف الفوري لهم. من بغداد علاء العيداني. تضامناً مع أبناء الشهداء والأيتام، نظمت مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مدرسة صفية الابتدائية الواقعة في إحدى مناطق بغداد سفرة ترفيهية مجانية للأيتام وأبناء الشهداء من القوات المسلحة وأبناء الحشد الشعبي من أجل زرع البسمة على وجوه الأطفال ووفاءً للدماء الزكية التي بذلها أبطال قواتنا المسلحة البطلة. بإشراف مباشر من مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي تقيم مديريتنا هاي الاحتفالية المصغرة لاحتضان عوائل الشهداء في هذا المكان الترفيهي وتوزيع الهدايا المجانية. هاي المبادرة جاءت نتيجة لما قدمه الشهداء من تضحيات يعني لنصرة العراق العظيم، وهذه المبادرة جاءت من وزارة الدفاع حصرا لرعاية عوائل الشهداء وأبناء الشهداء وأبناء الحشد الشعبي، وعهدا منا على أننا سنبقى نحن الإعلاميون نرعى جميع الشهداء وأبناء الشهداء في سبيل العراق العظيم.
ومن الله التوفيق. تسعى مديرية إعلام وزارة الدفاع إلى رفع معنويات مقاتلينا، إضافة إلى دعم جرحانا ودعم أولاد الشهداء والجرحى، ودائما ما هنالك تقدم المساعدات العينية، وإضافة إلى كل ما يحتاجه العوائل الشهداء وأطفالهم. اليوم نظمت مديرية إعلام وزارة الدفاع سفرة سياحية لأطفال عوائل الشهداء والأيتام لأحد مدارس بغداد، وهذه جزء بسيط لتضحياتهم التي بذلوها، وإن شاء الله مديرية إعلام وزارة الدفاع مستمرة في دعم المعنويات ومستمرة لتقديم كافة ما تستطيع تقديمها لعوائل الشهداء ولأطفالهم، وإن شاء الله مستمرين في التضحيات ومستمرين في رفع معنويات أبطالنا. كما تم توزيع هدايا عينية على الأطفال مما ولد ارتياحا لديهم، كما عبر الكادر التدريسي عن شكرهم وتقديرهم العالي لإعلام وزارة الدفاع على هذه المبادرة، داعين في الوقت نفسه الجهات الأخرى أن تحذو حذو وزارة الدفاع. أوجه شكري وتقديري إلى مديرية الإعلام في وزارة الدفاع، وذلك من أجل مساندتهم لتلاميذنا بتوفير الهدايا والخطوط والسيارات. ألف شكر. بداية نحب نقدم شكر وزارة الدفاع وإعلام وزارة الدفاع على المبادرة الحلوة واللطيفة من عندهم، هم سباقين بهذا الموضوع. نشوف ان مساحات القتال يقاتلون، وبالاماكن الداخليه مالتنا الامن موفرين اياه، والحمد لله هسه ايد الخير مالتهم مدت لرعايه هؤلاء الايتام اللي تشوفون قدامكم. فمبادره بالتنسيق ويا اداره المدرسه مالتنا ويا اعلام وزاره الدفاع، حبينا نفرح الايتام ولو بشيء بسيط، هذا جزء بسيط وقليل بحق ابهاتهم اللي قدموا تضحيات الشعب العراقي العظيم. الله يحفظ الجيش، جابونا سفره وعطونا هدايا. فعلا شكرا، جابونا سفره ولعبونا وعطونا هدايا. تبقى مديرية الإعلام والتوجيه المعنوية في وزارة الدفاع سباقة في تنظيم مثل هكذا مبادرات إنسانية من أجل دعم أبناء الشهداء واليتامى من أبناء القوات المسلحة، تثمينا للشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم خدمة لأرض وشعب الوافدين. لن ننساكم، ما غابوا عن العيون قط وما رحلوا عن البال أبدا، بل ما زالت صور بطولاتهم معلقة على جدران ذاكرة التاريخ، وما زال شريط بطولاتهم يمر من أمام أعيننا في كل لحظة وحين. إنهم شهداء العراق الأبرار، لن ننساكم. التاركون من الأشياء أهونها، الركبون من الأشياء ما صعبا، سفر الشهداء. تستمر قواتنا المسلحة الباسلة ببذل الجهود الاستثنائية في عمليات تحرير محافظة نينوى بكافة صنوفها وحسب الاختصاص، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للنازحين. التفاصيل في هذا التقرير. لطالما أثبتت قواتنا المسلحة المظفرة قدرتها الفائقة في القتال وتحرير الأرض خلال المعارك التي خاضتها القطاعات العسكرية في مدينة الموصل وبمختلف صنوفها ضد التنظيمات الإرهابية وحماية العوائل النازحة. العمليات مستمرة في الساحل الأيمن بداخل المدينة وأيضا خارجها. قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع لا زالت تقاتل في المدينة القديمة في 4 أحياء، وغايتها الرئيسية أن تصل الجسر القديم والجسر رقم 1. قوات بكار ترهاب الآن تقاتل في منطقة رجم الحديد وادي العين الجنوبي، على وشك أن تكمل هذه المرحلة. قوات الفرقة المدرعة 9 مستمرة بعدة اتجاهات جهد بحماية الجانب الغربي لقوات بكار ترهاب، والقطاعات الأخرى مع قوات الحشد. الآن كنا في جولة في مناطق بادوش والحميدات، وأيضا مهمتها الرئيسية أن تندفع باتجاه الغرب باتجاه تقاطع الكسك. كذلك قوات الحشد الشعبي قاعد تعمل بجهد بغرب تل عفر، ونتقدم تدريجيا باتجاه الحدود للمنطقة المحيطة بتل عفر. هاي خلاصة للعمليات اللي نعمل بها خلال 36 يوم تقريبا من بدء المرحلة الثالثة من عملية قادمون يا نينوى، حيث كان لمديرية التموين والنقل الدور الكبير والمتميز في تسخير جميع إمكانياتها لتقديم الخدمات لنقل النازحين إلى أماكن أكثر أمانا،
بعيدا عن العمليات العسكرية وحفاظا على أرواحهم، فضلا عن إيصال المواد الغذائية وكل ما يحتاجونه من المؤن. حياك يا جيش العراق يا خالدا طول الزمن، ستهز أوكار النفاق وتظل سورا للوطن. قلوبنا أرواحنا سيوفنا معك، يا ذخرنا يا فخرنا للنصر نتبعك. مديرية التموين والنقل أحد المديريات المهمة والساندة للعمليات اللي تقوم حاليا في عمليات تحرير نينوى، كونها تقدم الدعم اللوجستي والإداري للقطاعات المقاتلة. مديريتنا عندها واجبات عدة، أهم واجب عندها حاليا هي نقل العتاد والأرزاق والمعدات المدرعة والآلية والأشخاص المقاتلين من محاور العجلات، من محاور العمليات العفو كافة، إضافة إلى واجب ثاني ومهم هو إنساني أيضا، وموضوع النازحين، حيث هناك أكثر من 170 عجلة حاليا مخصصة للنازحين بتوجيه من معالي وزير الدفاع المحترم بزيادة هذه العجلات عند زيارته للقاطع عمليات نينوى ولكثرة النازحين وخاصة في الجانب الأيمن من الموصل. نفذنا الأمر حاليا وقمنا بزيادة هذه العجلات لتقوم بنقل النازحين من المناطق المتقدمة للقطعات العمليات المقاتلة بالخطوط الأمامية ونقلها إلى مناطق أخرى. تقوم وزارة الهجرة والمهجرين بنقلهم إلى مناطق الإيواء. لن تنثني روم المصاعب والمحن، لن تنثني روم المصاعب والمحن. مديرية الأمور الطبية في وزارة الدفاع لا زالت تقدم الكثير لجرح القوات المسلحة وتوفير كافة الخدمات الطبية للنازحين، حيث شرعت مديرية الأمور الطبية بنشر مفارز طبية في ميادين القتال من أجل تقليل الخسائر ومتابعة الحالات أولا بأول. كما قامت طبابة فرقة المدرعة التاسعة بعمل مستشفى ميداني متنقل يقوم بكافة الخدمات الطبية للمقاتلين، إضافة إلى احتوائه على مختلف الأجهزة الطبية. ولم يكتفي منتسبو الأمور الطبية بتقديم الخدمات للقطاع العسكرية، بل تواجدوا بين النازحين لتوفير كافة ما يحتاجونه من أدوية وعلاجات. بدينا أكبر انفتاح في تاريخ الطبابة العسكرية باستنفار أقصى الطاقات الموجودة عندنا في مدينة الأمور الطبية العسكرية. المحطة الأولى اللي سوينا مستشفى ميداني متنقل، نقلنا به كاملة إلى قاعدة القيارة الجوية، وقدم خدمات كبيرة للقطاعات المتواجدة هناك من الفرقة 15 وفرقة التاسعة والشرطة الاتحادية اللي موجودة على المحور الجنوبي، بالإضافة إلى مفارس طبية متنقلة ودينا إلى منطقة الشلالات اللي هي حتى تشتغل مع قاطع فرقة 16 والمحور الشمالي. الثانية اللي سويناها نقلنا سرية إسعاف المقر العام بكامل عددها وعدتها وإسعافاتها لتتوزع في مناطق القاطع ابتداء من الشيخان نزولا إلى حد القيارة. رجال الحق يا نعم الرجال، سيروا بعين الله وامضوا للقتال. أنتم رجال الحق يا نعم الرجال، هيا اهزموا الإرهاب يا جند المحال، هيا اهزموا الإرهاب. أما صنف الهندسة العسكرية والذي تعامل منتسبوه مع أدوة الموت سواء في مناطق التي تم تحريرها أو لفتح ممرات لتقدم القطاعات المسلحة من خلال أجهزة كشف المتفجرات وتفكيك المنازل والعجلات المفخخة وإزالة العبوات الناسفة من أجل تنظيف المناطق المحررة ليتسنى عودة الأهالي إليها، ولم يتوقف الجهد الهندسي على إزالة المتفجرات، بل قاموا بنصب الجسور العائمة وبوقت قياسي،
لتتمكن القطاعة العسكرية من التقدم واختصار الوقت، حيث سطر هؤلاء الأبطال أروع صور البطولة وهم يتسابقون في الميدان لتنفيذ المهام الموكلة إليهم. الكبير اللي يتقدم رجال الهندسة العسكرية في الميدان. الآن إحنا نلاحظ كل عمليات التحرير اللي تصير كان لعناصر الهندسة وللرجال الأبطال الذين يكتمون أنفاس الموت الحركة الأولى، ومن ثم تتبعهم بقية القطاعات. هذا الجهد عندنا إحنا فيه جهد كبير وجبار، وأبدوا بطولات كبيرة من غرض المساهمة برفع حقول العبوات الناسفة اللي زرعها العدو بعملية أو بأسلوب خبيث جداً. فتمكنوا رجال الهندسة بمختلف اختصاصاتهم. ويبقى صنف المدفعية اليد الطولة في المعركة من خلال دك بؤر الإرهاب وتقديم الإسناد الناري للقطاعة العسكرية، حيث كان لرجال المدفعية الدور المهم في معركة تحرير الموصل التي لم يتبقى إلا القليل ليتم تحريرها بالكامل، حيث كانت ضرباتهم موجعة وكابوس رعب هز الأعداء وجعلت جثثهم متناثرة تملأ الأرض. تكون المدفعية أينما تكون المعركة. اللي يميز معركة هو التعاون الوثيق والتخطيط المشترك بين كافة القوات اللي اشتركت بالواجب، من الجيش زائدا الشرطة الاتحادية، جهاز مكافحة الإرهاب، زائدا الحشد الشعبي. وكان هناك عدة مؤتمرات ولإعداد الخطة النارية بشكل دقيق لتنفيذ هذا الواجب. اشتركت كافة أنواع المدفعية الموجودة بالخدمة في هذا الواجب وبكافة عياراتها، والتخطيط كان بشكل دقيق في معالجة الأهداف وانتخاب الأهداف على ضوء المعلومات الاستخبارية الدقيقة. بقلب الحاقدين أنتم لها مهما يكون، وبنصركم بان الأمل، ترنو لكم كل العيون. يا جيشنا الحر البطل، قلوبنا أرواحنا سيوفنا معك. يا ذخرنا يا فخرنا. تحية إكبار وإجلال لقواتنا المسلحة الباسلة وهي تصنع الانتصارات بسواعد العراقيين النجباء الذين أبوا أن لا تدنس أرض الرافدين بهؤلاء القتلة، وليبقى العراق شامخا بأبنائه، ولتبقى راية الله أكبر عالية خفاقة ترسم مستقبلا جديدا للعراقيين تملأه البهجة والفرح الغامر. قلوبنا أرواحنا سيوفنا معك. يا ذخرنا يا فخرنا للنصر نتبعك. لن تنثني رغم المصاعب والمحن، لن تنثني رغم المصاعب والمحن. إلى هنا سادتي المشاهدين تكون حلقة البرنامج قد انتهت. نودعكم على أمل لقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.